السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو. اليوم في سطيف الجزائر لقى 6 أشخاص حتفهم إسر حريق تبعه انفجار بإحدى المنازل في عين والمان بسطيف. وحسب إذاعة سطيف فإن الحادث خلف عشرات الضحايا الذين نقلوا إلى مستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية، في حين تم نقل جسامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.